الآن في بعض البلاد ما في مسجد وجامع، كل المساجد جوامع، وهذا خطأ. هناك مسجد وهناك والجامع هو الذي تقام فيه الجمعة، فتكون هناك مثلا 5 مساجد واحد منها تقام فيه الجمعة، فيجتمع أهل هذه المساجد في هذا المسجد ليؤدوا صلاته، فيتعارفون فيما بينهم. الآن المسجد الذي تقام فيه الجمعة هو الذي تقام فيه الصلاة الخمس، فكل مساجد تقام فيها صلوات الخمس تقام فيها الجمعة، هذا خطأ، هذا خطأ، يجب التنبه لهذا. وللأسف كثير من الناس يسعى نبي نفتح مسجد جامع في منطقة، ليش؟ والله أقرب حق بيتنا، قريب من بيتنا، وتشوف أكثر المساجد لا تمتلئ في الجمعة، المسجد اللي مليان يعني يوصل النصف فقط، ليش؟ في مسجد ثاني قريب، في مسجد ثالث قريب، في مسجد رابع قريب، وهذا خطأ. والأصل أن هناك مسجد وهناك جامع، يعني المسجد يجمع أهل الحي القريبين، الجمعة يأخذ الأحياء القريبة، ثم صلاة العيد تأخذ أكثر من ذلك، يعني هكذا تجمعات واحد أكبر من الثاني. الآن للأسف يعني صار كل مساجد إلا ما ندر تقام فيها الجمعة، ثم كل مساجد تقام فيها صلاة العيد بعد، فصار لا فرق بين الجمعة والعيد والصلوات الخمس، وهذا خطأ، هذا خطأ. وإذاك المذهب شديد في هذه المسألة، يقول لذلك هنا، يقول إقامة العيد والجمعة في أكثر من موضع من البلد لا يجوز إلا لحاجة، كضيق يعني امتلأ المسجد بأهله ما يكفي، أو بعد بعيد جدا المسجد تقام فيه الجمعة فيقام في مسجد آخر، أو خوف فتنة، مثلا المسجد اللي تقام فيه الجمعة في الطريق إليه في فتنة، في قطاع طريق، في كذا. طيب